بتنضم لينا عبر سكايب الاستاذه اسماء شكرا المتحدثه باسم النساء ضد الانقلاب. استاذه اسماء، سؤال لحضرتك، متابعه لموضوع الدكتوره بسمه رفعت، ما هي التفاصيل الاخيره لديك حول الدكتور بسمه؟ طبعا زي ما شفنا الرساله الاخيره اللي ارسلتها الدكتوره بسمه ونشرناها، وبحيث ان هي يوصل صوتها. الدكتوره بسمه وضعها صعب جدا، ووضعها صعب بقاله كذا سنه. يعني الدكتوره بسمه عندها مشاكل صحيه كتيره جدا جدا على مدار الاربع سنين اللي فاتوا، فهي لما عملت صرخه الاستغاثه ديت هي وصلت لحاله سيئه جدا جدا. وهي كانت قبل كده يمكن من شهر برضو كان في حاجه مشابهه، ان هي كانت بتتكلم على اطفالها، لان الزوج والام، الاب والام محبوسين على ذمه القضايا اللي تم تلفيقها. ومع ذلك المسؤول الوحيد على الاطفال هي عندها يوسف وسلمى. لما تم اعتقال الدكتوره بسمه او عندما كانت ان هي بتبلغ على زوجها، بتعمل اخفاء قسري، بلاغ اخفاء قسري على زوجها العقيد ياسر عرفات، فتم اعتقالها، لان هم بالنسبه لهم كانت مشكله كبيره جدا ان عقيد يقدم استقالته بعد ما اصبحت رابعه، وعملوا تكتيم شديد جدا جدا على الموضوع. وكانت للاسف الشديد بسمه رفعت الضحيه في القصه دي كلها، فعملوها كبش الفدا وتم تلفيق الاتهامات ليها، وهي في جلسه من الجلسات نعم. بتقول للقاضي. طيب خلينا نسالك سؤال يا استاذ اسماء، هل تقدمت بطلب يعني كما طلبت الدكتورة مينا بناء على ما لديكم من مستندات أو رسالة بعتتها الدكتورة بسمة؟ احنا تواصلنا مع الأهل، وبناء على طلب دكتورة منى مينا ان الأهل هم اللي يتواصلوا مع النقابة، والمفترض ان الفترة دي، الفترة الحالية، ان في تواصل، وكان في تواصل قبل كده، وحتى الدكتورة منى أقرت هذا الكلام، ان كان في يعني مطالبات بالعفو عنها، لان هي فعلا صحتها بقت سيئة جدا جدا، عندها مجموعة من الأمراض حتى الرعاية الصحية مش عارفة تاخدها، لا في رعاية، لا في تطبيب، لا في علاج، الأمر صعب جدا. حتى إن هي كان في عملية عملتها في الفك، والعملية ما استكملوهاش لأن هي ضغطها عالي والأمر كان صعب جدا. فهي الدكتورة بسمة يعني الأمر فعلا صعب عليها من جميع الأوضاع، من ناحية أطفالها، من ناحية نعم. حالتها الصحية. طيب. من ناحية والدتها الكبيرة أثناء اللي حدثنا نعم وصلت الصورة. أثناء حدثنا مع قبل شوية مع السادة المشاهدين حول الدكتورة بسمة، أيضا تحدثنا عن عائشة الشاطر وعن رسالة والدتها اللي اتكلمت فيها عن أنه ليس هناك معلومات عنها منذ أسبوع، وأنه بيحاولوا يعرفوا مكانها وحالتها الصحية. هل لديك معلومات عن حالتها وأي تفاصيل أخرى عن عائشة الشاطر؟ طبعا عائشة كانت حضرت الجلسة بتاعتها امبارح، وهي المفروض الجلسة دي كانت تحضرها من 3 أيام، وراحت الجلسة بتاعتها في عربية إسعاف. عائشة الشاطر حالتها الصحية صعبة للغاية وبقالها فترة، وفي تعنت معاها شديد جدا جدا، ويمكن شفنا المرافعة اللي كانت من كام شهر اللي اتكلم فيها زوجها المعتقل المحامي الحقوقي الأستاذ محمد أبو هريرة، واتكلم إن على الحالة الصحية لزوجته، وإن هو فوجئ بيها حتى، يعني إن هي خست جدا جدا يمكن النص، وحالتها الصحية تعبانة وعندها مجموعة من الأمراض، وحاطينها في بقالها 10 شهور محطوطة في حبس انفرادي، والحبس الانفرادي حتى ديت في القوانين بتاعتهم الحبس الانفرادي ده بيبقى عقاب. نعم. وللاسف الشديد هم حاطين عائشه خيرت من يوم ما اخذوها، قبل طبعا ما يتم اخفائها قسريا ما يقارب ال 24 يوم، وبعد ذلك لما اعلنوا ان هو بيتم التحقيق معاها تم وضعها مباشره في حبس انفرادي. حبس انفرادي ان هي ما بيتكلمش حد، ولا بيسمح لها بالتريض، ولا بيسمح لها ان هي تشوف ولادها. عائشه اولادها الفتره دي كلها مش عارفه، يعني ما يكونش في تنسيق حتى للزياره، الامر صعب جدا جدا عليهم. نعم. وده تعنت شديد ومستهدف لعائشه خيرت، يمكن يعني بالاخص عشان خاطر والدها. نعم. فالامر نتمنى ان يكون هناك تدخل من مؤسسات حقوقيه تتناول هذا الامر، ويكون هناك ايضا حاله من التخفيف والافراج عنهم قريبا. بشكرك شكرا جزيلا استاذه اسماء شكر المتحدثه باسم النساء ضد الانقلاب، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لحضرتك.